أهلا بكم في فقرة أنا أرى. البداية من العراق، حيث أرسل لنا أمين الراوي صورة لاحتفالات للاجئين عراقيين في شوارع أنقرة بفشل الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي. نتابع. وفي السياق ذاته أرسل لنا مهند الحسن من تركيا فيديو للاحتفالات في مدينتي أورفا والتل أبيض بفشل محاولة الانقلاب، حيث نزل الآلاف إلى الشوارع للاحتفال بما سموه انتصار الديمقراطية، وقاموا برفع الأعلام وصور الرئيس التركي أردوغان. نتابع. ومن سوريا أرسل لنا عبد الحليم بكرو صورة الانفجار وقع في مدينة كفر تخاريم جراء صاروخ أرض استهدف أطراف المدينة بريف إدلب وأسفر عن مقتل طفلتين بحسب المرسل. ولا نزال في سوريا، حيث أرسل لنا حسين أبو محمد صورة لمخلفات الصواريخ التي استهدفت منازل المدنيين في الحلة وأسفرت عن سقوط ما يقارب 15 جريحا إثر غارة للطيران الروسي. وللاطلاع على مزيد من المشاركات التي يرسلها علينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.